بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم في موضوعات كلها ان شاء الله هتكون اهم من بعضها لكل عملاء البنوك المصرية. اول موضوع هنتكلم فيه، هل بالفعل خلاص تم انتهاء شهادة 27%؟ يعني كده خلاص مفيش شهادة 27% في البنوك المصرية سواء البنك الاهلي او بنك مصر. شهادة 27% اللي هي السنوي و23.5% شهري. الحاجة التانية، هل بالفعل تم إصدار شهادات أعلى من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر النهاردة؟ وإيه هو حساب التوفير اللي زادت عليه الفايدة وأصبح أعلى من كل الشهادات في البنوك المصرية؟ تعالوا مع بعض نتكلم في كل التفاصيل دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. طبعا كلنا عارفين في حال انتهاء شهادات 27%، وهقول لحضرتك دلوقتي عن تصريح لرئيس بنك مصر عن موضوع الشهادات. في حال انتهاء الشهادات دي يا جماعه يبقى احنا عندنا شهادات في البنك الاهلي وبنك مصر ال 19% وال 22 18 16، يعني من الاخر انا عندي شهاده 19%. النهارده بقى في بنك عمل شهادات اعلى من شهادات ال 19% اللي موجوده في بنك مصر، واللي في حال انتهاء الشهاده دلوقتي او حتى بكره او اي يوم تاني هتكون دي الشهادات البديله لاي عميل حابب يروح للبنك يفتح حساب او يشتري شهاده جديده. كمان النهاردة في بنك عمل حساب توفير او رفع الفايدة على حساب توفير خلاه افضل من اي شهادة في مصر، وده هقوله لحضراتكم في نهاية الحلقة. ايه البنك اللي رفع اسعار الفايدة على الشهادات بتاعته عشان تكون احلى كمان من شهادات البنك الاهلي وبنك مصر؟ الحقيقة البنك ده بنك كيو ان بي، عمل شهادة ثلاثية العائد الشهري عليها 20.15% والعائد الشهري سوري 20% والسنوي 20.15%. الحد الأدنى لشراء الشهادة برضو بسيط جدا وكويس، 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه تقدر تقترض عليها عادي وبقيمة تقريبا 90 ل 95%، والاسترداد عادي بعد 6 شهور. لو جيت انا حطيتها جنب الشهادة الثلاثية برضو اللي في البنك الاهلي 19%، تبقى دي لأفضل 20%. كمان عمل شهادة تانية اسمها فيرست، شهادة ثلاثية 20.5% لو حضرتك هتاخد العائد شهري، لو حضرتك هتاخد العائد ربع سنوي 20.55%، السنوي 20.65%. الحد الأدنى لشراء الشهادة هنا ممكن يكون أكبر شوية، 500 ألف جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه، برضو نفس المواصفات تقدر تستردها بعد 6 شهور وتقترض بقيمة 90%. كده البنك عمل شهادات للناس اللي معاها 1000 جنيه والناس اللي معاها 500 ألف جنيه. دايما البنك ده بيخاطب كبار المستثمرين، عشان كده عمل شهادة تانية اسمها شهادة اكسكلوزيف، شهادة ثلاثية العائد عليها 21% دورية الصرف للشهادة الشهرية. الحد الأدنى لشراء الشهادة 1,000,000 جنيه ومضاعفات 100 ألف جنيه. وعمل شهادة تانية ب 22% شهري بقيمة الحد الأدنى بتاعها 5,000,000 جنيه، برضو لو حضرتك حابب تشتريها دي ثلاثية. بلاش الشهادات اللي العائد عليها مرتفع، هنخلينا في الشهادة اللي بتماثل شهادة البنك الأهلي وبنك مصر اللي هي الحد الأدنى عليها 1000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه. لو بالفعل انتهت شهادة 27% يبقى أنا عندي بديل أفضل من الشهادة 19%، هروح لبنك كيو إن بي وهاخد شهادة 20% شهري بنفس المواصفات بالظبط. طيب الكلام اللي بعد كده، تعالوا نشوف حكاية الشهادة انتهت النهاردة ولا لأ. امبارح كان في تصريح لرئيس بنك مصر، الناس الحقيقة اخدت الكلام وممكن تكون ما تفهمتش الراجل يقصد ايه. الراجل هنا اتكلم عن انه في حال انتهاء شهادات ال 27% و 23.5% البنك بعدها دلوقتي على الاقل مش بيفكر انه يطرح شهادة جديدة، وده برضو ممكن ياخد ناس تانية لانها تشوف ان مفيش شهادة جديدة. اقول لحضرتك عادي جدا، انا قلت لحضراتكم كتير جدا انه الشهادات الاستثنائية لا رئيس البنوك ولا البنوك بتكون عندها اي معلومات عن الشهادة الاستثنائية، مش انا كمان اللي بقول لحضرتك ده، رئيس البنك نفسه او رئيس بنك الاهلي قبل كده اعرب عن ده او تحدث عن ده. والدليل على كده انه السنة اللي فاتت لما تم اصدار شهادة ال 25% هو نفسه برضو رئيس بنك مصر استاذ محمد الاتربي قبلها ب 72 ساعة كان بيقول انه لا مش هيتم اصدار شهادة جديدة، والبنك بتاعه يعني مش ناوي انه يطرح شهادات جديدة. نفس الكلام اللي اتذاع دلوقتي بالظبط، يعني ده مش دليل انه مفيش شهادة جديدة. نرجع بقى لموضوع شهادة ال 27%، الراجل كان بيتكلم وبيقول انه في حال انتهاء شهادة ال 27% اليوم
يقصد كمثال، ده بيدي لحضرتك مثل، بيقول لحضرتك سي مثلا لو الشهاده خلصت النهارده مش هصدر شهاده تانية بكره. طبعا ده بيحفز الناس على انها تشتري الشهاده الحاليه، وده مش تصريح انه الشهاده خلصت النهارده، الشهاده موجوده بالفعل لو حضرتك حابب تشتريها في اي وقت. الموضوع الثالث اللي حابين نتكلم مع حضراتكم فيه، وده شيء مهم جدا جدا، طبعا خلال الاسبوع الماضي شفنا انه في حسابات توفير كتيره جدا بدات تكون الحقيقه يعني مميزه جدا، ولكن كلها العيب الوحيد فيها العوائد عليها محترمه جدا، زي بنك القاهره عامل لحضرتك حساب ميجا عائد 23% للعائد السنوي، وده من اول شهر مارس القادم لو حضرتك هتبدا تفتحه من شهر مارس القادم. كمان بنك سايب عامل شهاده حساب توفير العائد عليه 24%، تقدر تفتح الحساب من اول 15 ألف جنيه، ولكن ال 24% بتاخدها على حساب على شريحه كبيره جدا بتصل ل 20 مليون جنيه، يعني ال 25% مش من اول ما افتح الحساب. البنك الوحيد اللي ادى لحضرتك الاوبشن ده هو الحساب العربي الافريقي، برضو هو جولدن بلس، هيظل افضل حساب توفير ممكن احط فلوسي فيه في مصر كلها. في مفاجاه بصراحه، حاجه فظيعه جدا، حاجه محترمه جدا جدا من بنك محترم جدا. البنك ده السنه اللي فاتت استولى على كميه مبالغ رهيبه جدا من اصحاب شهادات ال 18%، ادالهم حساب اعلى من الشهادات اللي كانت بديله لحساباتهم، والنهارده بيتفوق على كل شيء في مصر وبيعمل حساب التوفير برضو جولدن بلس، حضرتك تقدر تفتحه من اول 50 ألف جنيه، ولكن هنا مفيش حاجه اسمها شرايح، مع حضرتك 50 ألف جنيه تقدر تفتح الحساب، وكمان تقدر تحصل على عائد كان 20% شهري اصبح 22%، كان 18% شهري بقى 20% شهري، كان 20% سنوي اصبح 22% سنوي، يعني الحساب كان 18% شهري بقى 20% سنوي. ولكن هنا لحظة، ممكن حد يقول انه ما انا احط في الشهادة اللي هي بتاعت QNB واخد 20% برضو شهري، هقول لحضرتك لا، لو قدامي حساب توفير وقدامي شهادة الاتنين بيدوني نفس العائد اخد طبعا حساب التوفير. حساب التوفير يا جماعة بيكون فيه حرية في الايداع والسحب غير عادية. كمان انا هنا خلاص للي لسه اول مره يتابعنا من حضراتكم، ودي المعلومه دي انا قلتها كتير جدا جدا قبل كده، حضرتك هنا تم اصدار شهاده جديده النهارده، بكره اي يوم تاني تم تعويم، تم اصدار شهاده جديده لمكافحه التضخم 30% 35%، هو الطبيعي هتبقى اعلى من الشهاده الحاليه النهارده بكره بعد شهر بعد شهرين. انا خلاص لو انا لسه ما جيتش عليا 6 شهور في الشهاده انا اتربطت خلاص، ما اقدرش حتى لو هقول بالخساره ما اقدرش اخرج بره الشهاده. شهادة ما ينفعش حضرتك تكسرها غير بعد 6 شهور. طيب عدى عليا 6 شهور انا عاوز فلوسي عشان خاطر اشتري الشهادة الجديدة، لا طبعا الحكاية مش بالبساطة دي، البنك بيكسب من حضرتك وانت بتحط فلوسك وانت بتكسر الشهادة، انت كده وقفت له استثمار معين، فبيخسر حضرتك بحسب جدول الاسترداد بتاعه ما بين 60 ل 65%، وفي بنوك وصلت الجداول الاسترداد فيها ل 70%. فطبعا حساب التوفير يظل هو الافضل على الاطلاق، وخصوصا لو حساب توفير زي الحساب ده. ولكن هنا برضو في معلومتين لازم حضرتك تكون عارفهم، الاولى انه حضرتك حسابك لو قل عن 50 ألف جنيه هتدفع عمولة حد ادنى، وكمان مش هتاخد على الحساب في الشهر ده ولا جنيه واحد فايدة، وده طبعا اوبشن انا اقدر اللي اتحكم فيه، ممكن اخليه اوبشن وممكن اخليه يعني ممكن يكون شيء ايجابي او ممكن يكون شيء سلبي، انا اللي في ايدي الموضوع ده بحيث انه انا اخلي الحساب دايما مغطي ال 50 ألف جنيه. طيب الحاجة التانية انه الحسابات التوفير الناس بتزعل منها علشان خاطر الحسابات العائد عليها بيتغير. طيب حابة اقول لحضرتك انه الحساب ده من يوم ما طلع الحساب بتاع جولدن بلس بقالنا حوالي سنة ما انخفضش عليه العائد ولا مرة واحدة، بالرغم ان البنك المركزي ثبت اسعار الفايدة في الفترة دي حوالي مرة او مرتين، لكن لما البنك المركزي بيرفع اسعار الفايده اديكوا حضراتكم شايفين دلوقتي بيرفع، بالرغم انه ده مش الزامي على البنك انه يرفع اسعار الفايده، عادي ممكن يكمل 18% شهري 20% سنوي، لكن هو خلاها 20% شهري 22% سنوي، وده بيقول لحضرتك انه
البنوك لا بتجذب المستثمرين، مش يعني بتتخلى عن المستثمرين الحقيقة زي ما حصل مع البنك الأهلي وبنك مصر، إنه الناس بقت زعلانة وفقدت الثقة شوية في شهادة الادخار اللي بتيجي من البنك الأهلي وبنك مصر، والحساب ده جمع كميات من المبالغ رهيبة جدا، وعملاء كتار جدا كانوا السنة اللي فاتت في شهادات ال 18% في البنك الأهلي وبنك مصر. حبيت اقول لحضراتكم هل بالفعل الشهادات انتهت، ايه هي الشهادات اللي تم اصدارها النهارده، وايه افضل من الشهادات علشان خاطر اقدر احصل عليه في شهادات في حساب البنك العربي الافريقي. اعتذر لحضراتكم عن الاطاله، لكن كانت التفاصيل كتيره شويه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. في امان الله.